بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله شوربة لسان العصفور بالبصل. عندنا حلة على النار حاطين فيها معلقة سمنة كبيرة، وهنحط البصل بالكمية اللي احنا عايزينها، يكون بصل صغير، وهنقلب البصل بس دقيقة في السمنة. بعد كده هنحط لسان العصفور حوالي 3 معالق كبار، وهنقلبهم ونحمرهم كويس مع البصل لحد ما ياخد لون معانا. خلاص كده لسان العصفور خد معانا لون كويس. وبعد كده هنحط 3 كوبايات شوربة، وهنحط عليها مكعب مرق الدجاج، وهنقلب كله مع بعض كويس، وهنسيبها على النار لحد ما لسان العصفور يستوي، ومش هنغطي الحل. خلاص كده لسان العصفور استوى والبصل كمان استوى، ومخدتش 10 دقايق، وخلاص كده هي خلصت معانا. جربوها وان شاء الله تعجبكم.